ازيكم عاملين ايه آه النهارده انا جاي اناقش معاكم المشروع الثالث تمام هو آه الديسبلاي ادز تمام آه خلينا الاول بس آه <applause> نتكلم عن الديسبلاي اد هو ده الشكل بتاع الديسبلاي ادز هو بيكون آه اعلان آه ليه طبيعه مختلفه عن بقيه الاعلانات بيكون بالشكل ده مكون من صوره وطبعا بيكون في لون هو المنتشر يعني في جوانب الاعلان وبيكون في طبعا كول تو اكشن زي السهم ده اللي هو طبعا لو مثلا احنا زي المشروع بتاعنا ده الهدف بتاعه ان احنا نعمل عدد كبير من النيو ستودنتس ال اللي احنا عاوزينها يعني يعملوا ساين اب على الموقع بتاع يوداستي عشان يقدروا ان هم يخشوا في البرنامج بتاع الكورس تمام فمثلا ده الكول تو اكشن لازم يكون واضح وظاهر لل لل للستودنتس يعني وبيكون في تايتل زي ده كده لانش يور نيو كارير وبيكون في الانترو دي تمام اللي هي بتكلمك عن نبذه عن الكورس اللي انت اللي بتعرض يعني للستودنتس وبيديك هنا شوية احصاءات تمام عن الاد اللي هو اللي احنا شايفينه ده زي ال number of clicks والسيتي impression وال CTR بي average CPC والحاجات دي واحنا طبعا المفروض ان احنا هناخد الارقام او ال results اللي هم مديهالنا دي وهنجيب منها حاجات تانية عشان نقدر يعني نحلل بقى ال ال كل الـ ad هنحلله و هو البروجكت ده طبيعته مختلفه شويه عن بقيه المشاريع اللي احنا عملناها هو هنا طالب منك ان انت تعمل ايفالويشن للاد تمام فمثلا خلينا نبدا مع بعض هنا مديك شويه فورمولاز وشويه معادلات عشان تقدر ان انت تجيب الحاجات اللي ناقصه فطبعا هنا بيقول لك الاوبجكتيف انت مش زي في كل بروجكت انت اللي هتعمل الاوبجكتيف هو هنا عامله لك تمام لان زي ما قلت لكم احنا هنا مطلوب مننا ان احنا نعمل ايفالويشن فهي هتبقى حاجه ثيوريتيكال شويه هنكتب شويه احنا ونحلل وندي اقتراحات وهنحلل كل اد على حدة فهنا بيقولك ان الماركتينج اوبجيكتيف فور ذس ادفرتايزنج كامبين از تو ساين ستودنتس اب تو تيك ذا ديجيتال ماركتينج نانو ديجري بروجرام تمام آه تمام آه تسعة وتسعي آه وتسعين دولارز تمام والبروفيت مارجن ميتين تسعة وتسعين الرقم ده احنا هنحتاجه طبعا لكل ستيودنت هيعمل ساين اب كل ستيودنت هيدخل ويعمل ساين اب على الموقع المفروض ان احنا البروفيت اللي هيكون عائد من الاكشن ده هيكون 299 دولار تمام الكونفرجن هو برضو هنا مديهولك عشان تقدر تجيب الكونفرجن ريت وهنشوف ده دلوقتي مديهولك ب 0.2% اللي هو هيكون حوالي بالظبط اهو هو, هو جايبهولك هنا 0.002 تمام هو هنا مديك شوية حاجات انا كتبتها هنا عشان برضو لازم تكون قدامنا لما نيجي نبدأ ان احنا نحل تمام فهو مديك هنا الاول حاجة هيبقى كون طالبها منك conversion rates تمام فدي انا كتبتها لكم هنا تمام وهنشوف ازاي هنستخدم الفورميولا دي تاني حاجة ومديها لك ان انت ازاي تحسب number of student sign ups النيو الnew... النيو اللي هتسجل على الموقع ازاي هنحسبها وتالت حاجه هي السي بي اي والسي بي اي هي بتكون الكوست بير اكوزيشن تمام واخر حاجه هي الار او اي ودي اللي احنا بناء عليها هنحدد اذا كان الاد ده فعلا قوي ولا محتاج ان احنا نحسنه ونقدم مقترحات تمام انت من عندك هنا في البروجكت ده تلت اعلانات او اه تلاتة ديسبلاي اد تمام فهو هنا مديلك اول حاجه الدسبلاي ال ال اد ده تمام وزي ما قلنا دي الاحصاءات بتاعته وتاني حاجه هيكون ده تمام وتالت حاجه هيكون ده احنا طبعا مش هنقدر نحدد اه اني فيهم أكتر واحد اه النتايج بتاعته كانت الأفضل غير لما نبدأ إن احنا نتعمق اكتر ونشوف اه كل واحد قدم لنا اه نتائج قد ايه هو هنا طبعا بي بتبدأ ان انت في ال زي أي مشروع بيكون في بت بتفتحه وبتشتغل عليه انا هنا فتحته تمام بنبدأ هنا طبعا هنا بيشرح لك ازاي تستخدم التمبلت أكيد كلكم عارفين طبعا والتاني سلايد هنا بيقول لك الاوبجكتيف اللي احنا قريناه والكوست اللي احنا برضو قريناه والحاجات دي كلنا قريناها تمام بعد كده بقى هنا بيدي لك دي واحنا برضو كتبناها وطبعا انتوا لازم تكتبوها عشان لما تيجي تحلو تكون الحاجة دي قدامكم وبيبدا يديك اول اد تمام آه احنا الحاجات اللي هو مديها لك هنكتبها في التيبل اللي هو مديهولك على طول انا برضو هنا كاتبها لكم ده بالنسبة لأول اد اهو تمام آه الكليكس والامبريشن والسي تي ار والافريج سي بي سي والكوست تمام انا الحاجات دي كلها كاتبها تمام من اول بقى الكونفرجن ريت احنا هنا نبدا نشتغل ونشوف احنا هنجيب ازاي الكونفرجن ريت عشان نوصل للار او اي ونبدا ان احنا نحلل ونشوف هل فعلا الدسبلاي اد ده كويس ولا محتاج آه ان احنا نعمل آه حاجات تحسنه فخلينا نشوف اول حاجة ال ريت ازاي نجيبه ال ريت بيكون عبارة عن number of conversions على number of clicks في مية وطبعا اي حاجة بتكون ريت لازم بتضرب في 100 تمام فاحنا هنا زي ما قلنا ان هو مديلك اصلا ال مديلك ال ال rate جاهز تمام احنا بس هنجيب الآلة عشان نبدأ ان احنا نشتغل لحظه واحده مش عايزين دي تمام نبدا اول حاجه انت هتجيب الكونفرجن ريت او الكونفرجن بس اسف اللي هو ده وهنعمل آه عمليه القسمة هنقسمه على ال number of clicks اللي هو مديهولك ال 1243 في 100 هيطلع لك 1.6 تمام هو برضو هنا كان طالب منك ان انت تقرب ال 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 results بتاعتك لأقرب رقم صحيح تمام فالرقم اللي هو تلاقيه فوق الخمسة يعني هنا 1.6 فخلاص انت كده تكتبه زي ما هو تمام <applause> <تستغلك> لو هو الرقم ده مثلا اقل من خمسة فما فيش داعي ان انت تكتبه هتخلي الرقم الصحيح فقط تمام فتعال نشوف هنا احنا كده جبنا اول حاجة تاني حاجة احنا محتاجينها ان احنا نجيب الـ new students او الـ number of ابس sign اوكي فده بيكون عبارة عن ايه بيكون عبارة عن في إيه الكليكس في الكونفرجن تمام طيب فين الكليكس الكليكس اهي 1243 الكليكس اهي ممكن تكون مش واضحه هحاول اوضحها لكم اهي تمام هنعمل ايه؟ هنضربها في الكونفرجن تمام 2.4 هنكتب 2.4 لا هنكتب 2 فقط تمام عشان احنا عاوزين ان احنا نقربها لاقرب رقم صحيح بعد كده هنجيب السي بي CBA اللي هي الكوست اوف أكويزيشن وهي بتكون عباره عن الكوست تمام برضو اهو احنا كاتبينها المفروض الكوست على الساينز اب اللي احنا لسه جايبينها طيب فين الكوست الكوست اهو تمام هو مديهولك طيب يبقى احنا كده هنقسم الرقم اللي هو بتاع الكوست ده على النيو ستودنتس هيدي لك 224.4 مفيش داعي ان احنا نكتب الرقم ده لان هو اقل من خمسة فهنكتب هنا فقط 224 تمام نيجي لاخر حاجه اللي هي الار او اي ال ROI اللي هو Return on Investment تمام فهنا احنا محتاجين آه نشوف برضو هو بيتجاب ازاي هنلاقيه بيتجاب عن طريق ان احنا بنجيب البروفيت اللي هو اصلا كان مديهولك لو جينا هنا نبص هنلاقي ان هو كان مديلك البروفيت اهو تمام بروفيت اون ايتش نيو ستودنت ذات ساين اب ذات از ا بروفيت جين اوف 299 خلاص فاحنا هنستعين بالرقم ده اللي هو مديهولك تمام ونعمل ايه هنطرح منه السي بي ايه اللي احنا جبناها وهنضربها في الساينز اب تمام طيب او الساين ابس اوكي طيب هنجيب ال 299 تسعه وتسعين ماينص 224 اربعه هيدينا خمسه وسبعين في اتنين يبقى ميه وخمسين يبقى احنا اول ديسبلاي اد الار او اي بتاعه ميه وخمسين طبعا ده بالموجب تمام فده معناه ان هو كده يعني حقق حق ريتيرن آه, تمام ماشي هو هنا في الـ في الـ في التمبلت اللي هو بيديها لك هو بيسالك هنا بيقولك ان انا عاوزك تديني ثلاث آه, اقتراحات عشان نحسن الكامبين حتى لو هي كويسه بس انت برضو لازم تدي اقتراحات آه والاجابه بتاعتك تمام بتكون شامله الاي بي تيستنج اكيد برضو انت صادف ان انت استخدمت الاي بي تيستنج قبل كده تمام آه وانا برضو هقول لك ايه هو الاي بي تيستنج او الديفرنت كرييتيف تمام آه يعني تشوف حلول مختلفه عن او او اي حاجه ابداعيه ممكن ان انت تقدمها آه تحسن من الريتيرن اون انفستمنت او uh, changes to targeting انت برضو هنا في الـ في المفروض ان انت لما بتيجي تعمل اي كامبين بتبقى متارجت سيجمنت uh, uh, معينه تمام ده هتقدر تستنتجه من الـ من الاد ذات نفسه تمام يعني خلينا نبدا نشوف مثلا يعني uh, انا هنا حللهم تمام يعني تعال نمشي واحده واحده اول واحد خالص اول اقتراح تمام طبعا انت بتوضح ان ده يعتبر اعلى واحد تمام وده طبعا هنستنتجه بعدين بس عامه خلينا برده آه نتابع مع بعض ان ده اعلى واحد يعتبر في الثلاثه اللي موجودين فده حاجه كويسه بس برده ممكن يكون افضل من كده تمام انت بتوضح له ان هو حقق 150 ار او اي تمام والسي بي اي كانت 224 وبرده بتوضح له ان النيو Students كانوا اتنين فقط لا غير وده برده في حد ذاته مش وحش تمام بس انت برضو انا هنا كاتب but although we can achieve more results by targeting business administration students and math students on Facebook groups and pages ليه انا قلت كده؟ انا بقول ان احنا هنا ن target ال business administration students وال students اللي هم الطلبه بتوع الاعلام طيب ليه انا قلت كده؟ لان هو هنا آه لو لاحظنا هنلاقي مكتوب آه ان ان هنا بيتعامل مع الاد مخصص لناس آه اتخرجوا يعني بص هنا لو جينا بصينا لانش يور نيو كارير تمام خلاص واحد بالفعل عنده كارير فهو هنا بيقول لك آه آه يعني آه ان انت تشوف الكارير الجديد اللي انت عاوز تبدا فيه تمام آه بس مش محدد بالظبط هل آه الكارير ده ليك انت كطالب ولا ليك انت كخريج او يعني فاهم انا اقصد ايه فهو هنا حتى الكلام اللي لك هنا بيقولك ايه بيقولك لك this course is designed for students like you who have a passion for digital marketing لكن مش مخصص بالظبط اللي students دول مين فانا هنا ضفت من عندي ان انت ممكن تتارجت اكتر الناس اللي هي اصلا ده تخصصها تمام الناس دي اللي هي البيزنس ادمنستريشن ستودنتس طلبه دلوقتي في مجال اداره الاعمال آه لو انت جيت تارجت الطلبه دول ده هيكون حاجه طبعا هتعود عليك بان في ستودنتس اكتر هيبقوا عايزين ان هم يخشوا في البرنامج لان ده تخصصهم وكذلك بتوع الاعلام لان ده برضو يعتبر من ضمن تخصصاتهم ان هم يعملوا ماركتنج ويشتغلوا في الحته دي تمام فانا اقترحت عليه ان ان احنا ممكن نتارجت الجروب ده لان انا شايف ان دول آه لو احنا يعني ركزنا عليهم هيكون في عائد اكبر من اللي احنا حققناه تمام تاني حاجه بالنسبه للاي بي تيستنج الاي بي تيستنج ده بيكون عباره عن ان هو آه انت بتجيب مثلا دلوقتي انت دلوقتي يعني تعالى نتكلم على البروجكت اللي عندنا انت دلوقتي مثلا لو مسكنا التايتل ده اللي هو اللانشور launch your نيو career تمام هنا إنت ممكن تفترض تايتل تاني تمام ويبقى عندك تو تايتلز تمام وهتجيب جروب مثلا وتسميه جروب ايه وجروب تاني وتسميه جروب بي وهتدي للجروب ايه ده التايتل الاولاني اللي هو launch your نيو career والجروب اللي هو التاني هتديله تايتل تاني تمام وهتشوف في جروب ايه التايتل الاولاني ده حقق قد ايه تمام او هو attractive قد at ايه وتشوف على الجروب بي التايتل التاني ده حقق قد ايه هو ده المقصود بالـ 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 A-B testing ان انت بتجيب two variables وبتعرضهم على two different groups تمام فهنا انا قلتله ان maybe we can conduct A-B testing to examine the title on two groups whether to say uh, become a digital marketer or become a freelancer تمام بدل ان انت تقول لانش يور نيو كارير ده اقتراح من ضمن الاقتراحات وهو مش فارض عليك اقتراح معين هو بس عايزك ان انت تستخدم الحاجات اللي هو قالك عليها اللي هو الاي بي تيستنج والكرياتيفيتي بتاعتك والتارجتنج تمام فانا قلت له في اول حاجه التارجت وثاني حاجة قلت له على الاي بي تيستنج وثالث حاجة هنا قلت له although we can choose a more attractive color like blue to grab the attention of the students ده برضو من ضمن الاقتراحات ان اللون الازرق تمام بشكل عام هو لون جذاب تمام فاحنا ممكن نستخدم اللون الازرق بدل اللون ده آه، ده ممكن يكون مش مريح للعين قوي فممكن حد يشوف الاد فما ما, ما يراش الكلام اللي مكتوب فممكن نستخدم مثلا اللون الازرق تمام وكل واحد طبعا آه، ما ينفعش ان هو ياخد الاقتراحات دي كوبي بيست لان انا ذات نفسي حصل معايا ده ان انا في فتره ما كنتش قادر ان انا يعني افضي وقت لل... للكورس فاضطريت ان انا اخد حاجات واغير منها تمام وطبعا يعني عايز اقول لكم ان انا اتفاجئت ان هما ال... ال... التيم بتاع يوداستي فعلا فعلا يعني شاطرين بطريقه فظيعه ان هم جابوا لي الفيديو اللي انا واخد منه الكلام وجايبين لي الحتت اللي انا يعتبر يعني واخد نفس افكارها ومغير في طريقه الكلام وان ده ما ينفعش ولازم ان انت تغير وبالفعل انا غيرت وهي هي يعني انت لو جيت رجعت مثلا او لاحظت ان انت الوقت اللي انت هتاخده في التقليد لحاجة معينة انت في الوقت ده ممكن انت تطلع فكرة جديدة وتكون احسن وما تبقاش بسببها ان انت تعمل لك ريفوك او اي حاجة يعني تمام فخلينا نخش على الديسبلاي اد التاني اللي عندنا هنا مدي آه مديلك برضو ديسبلاي اد بالتايتل بتاعه بالكالر بالصوره اللي حطيتها بالانترو اللي هو كاتبها لك تمام ومديلك برضو الاحصاءات الاحصائيات اللي احنا قلنا عليها هنا الكليكس والامبريشن والسي تي ار والسي بي سي والكوست وطالب منك برضو ان انت تجيب بقيه الحاجات وتحلل او تدي اقتراحات بناء على النتائج اللي انت جبتها تمام فخلينا دلوقتي برضه نحسبها الكونفرجن ريت احنا قلنا ان الكونفرجن ريت بيكون عباره عن الكونفرجن تمام اللي هو الرقم اللي هو اصلا مديهولك اللي هو 0.002 تمام على النمبر اوف كليكس في 100 فهنكتب ال 0.002 على النمبر اوف كليكس اللي هو 407 في 100 هيطلع لنا 4. آه ناين. تمام دي طبعا الكليكس لو مش واضحه هوضحها لكم اهي تمام طبعا احنا زي ما اتفقنا ان دايما الرقم اكتر من خمسه فهنكتبه زي ما هو فهنكتب هنا 4.9 تمام دي اول حاجه هو طالبها بعد كده طالب ايه طالب النيو تمام ماشي هنجيب النيو عباره عن ايه او الساين ابس هتساوي الكليكس في الكونفرجن ريت طيب فين الكليكس الكليكس اهي طيب ال conversion rate اللي هو 0.002 طيب آه تمام يبقى هنعمل ايه هنضرب الرقم ده في الرقم ده ادي الكليكس وسبعة في ال هيطلع لنا الرقم ده طيب هنا بقى هنكتب الرقم ده لا احنا هنا زي ما اتفقنا ان هو ادام بعد الزيرو آه ادام بعد البوينت رقم اكتر من خمسة فبالتالي هنقربها لاقرب رقم صحيح اللي هو هيكون واحد يبقى احنا هنا في الديسبلاي اد قد احنا قدرنا نحقق واحد فقط لا غير نيو ستودنت فقط هو اللي عمل ساين اب على الموقع عشان ياخد البرنامج تمام نكمل برضو احنا فاضل ان احنا نجيب السي بي اي السي بتكون عباره عن الكوست على الساين ابس تمام نعدل دي برضو عشان كل شويه نغلط فيها تمام اهو فين الكوست الكوست اللي هو ميتين واحد وتلاتين بوينت ناينتي ناين تمام اهو ميتين واحد وتلاتين بوينت ناينتي ناين تمام على الساينز اب اللي هي واحد فهيطلع لنا الرقم ده اللي هو متغيرش تغيرش ميتين واحد بوينت تسعة وتسعين فهنكتبها ميتين اتنين وتلاتين تمام لان احنا بنقربها لاقرب رقم صحيح تمام طيب كده فاضل ايه فاضل ال ROI ال return on Investment. ده اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن البروفيت اللي هو اللي هو اصلا مديهولك المتين تسعه وتسعين وهنطرح منه السي بي اللي احنا جبناه وهنضرب في الساينز اب تمام يبقى كده نجيب البروفيت ماينص السي ايه في واحد هيطلع لنا قد ايه سبعه وستين سبعة وستين بالنسبة للديسبلاي uh, اد الاولاني احنا كده طبعا اقل منه يعتبر حوالي النص تمام او اقل من النص طبعا هنا مية وخمسين هناك احنا جبناها سبعة وستين طيب نبدأ ان احنا نعمل ايفالويشن للديسبلاي اد بعد ما جبنا uh, بقية الحاجات اللي هو طالبها مننا زي ما اتفقنا احنا المفروض بندي ثلاث اقتراحات الثلاث اقتراحات بيكون واحد فيهم على التارجتينج وواحد فيهم كرياتيفيتي ابداعيه حاجه منك انت مش شايفها ان هي مش معموله بطريقه صحيحه او مش معموله بافضل طريقه مثلا في الديسبلاي ادز تمام وتالت حاجه هي الـ الـ التارجتينج تمام آه تمام <applause> فنبدا دلوقتي آه اول حاجه تمام هنا انا قولتله we need here to spread the campaign to target our potential customers and to know how to attract them we can use our display ad in sites like facebook, linkedin to reach to the majority of graduates ليه احنا قلنا كده احنا هنا بنتكلم عن ال ال display ad ده تعالوا نقرا مع بعض هو بيقولنا ايه تمام هو هنا بيقول لك this course is designed for students like you who have a passion for digital marketing وكاتب لك هنا after graduating you will be ready to join a large corporation or a small firm or even go independent as a freelancer or a freelance digital marketer تمام هو هنا في الانترو او الكلام اللي هو كاتبه لك مش 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 يعني مش ذاكر الجرادويتس فانا رحت اقترحت عليه ان احنا هنتكلم او هنتارجت الجرادويتس في السايتس اللي احنا اكيد هنلاقي عليها ناس جرادويتس اي حد بيتخرج بيبدا ان هو بيدخل على مواقع التوظيف عشان يدور على وظيفه تمام فانا قلت له ان احنا هنتارجت الجرادويتس دول على لينكد ان تمام وعلى فيسبوك لان هو طبعا فيسبوك اي حد بيستخدم الفيسبوك تمام فبالتالي هنقدر نوصل ل... ل... لعدد كبير من الناس اللي اتخرجوا عشان نقدر ان احنا نجذبهم ان هم يعملوا ساين اب على البرنامج بتاعنا تمام تاني اقتراح ان ان احنا هنا ممكن نعمل اي بي تيستنج تو ريتش فور بيتر ريزلتس تو بروفايد تو ديسبلاي ادز تو ديفرنت جروبس every ad include different paragraph and different color also different CTA اللي هو الكول تو أكشن أنا اقترحت عليه إن احنا في الاد ده محققناش رقم كبير من الـ new students ومحققناش رقم كبير من او ROI فبالتالي أنا اقترحت عليه إن احنا ممكن نغير الديزاين design بتاع الدسبلاي display ad ده ممكن اللون البرتقاني ده مثلاً بيكون مش جذاب قوي او مش مش مرحب بيه قوي في بعض الاحيان في ناس كتيره مش بتفضله فبالتالي انا بقترح عليه هنا ان احنا ممكن نغير اللون ده ممكن نغير الصوره دي تمام ممكن نغير مثلا التايتل ده ممكن نغير الباراجراف اللي مكتوب يكون اكتر جاذبيه تمام فده برضو من ضمن الاقتراحات وزي ما قلت لكم هو مش طالب منك حاجه معينه تلتزم بيها هو بس كل اللي هو طالبه منك ان انت تديله اقتراح معقول فعلا لو تنفذ ممكن يغير في ال ال النتائج بتاعت الدسبلاي اد ال تمام بس اهم حاجه زي ما اتفقنا ان انت حاول ومش تحاول ده انت لازم ان انت ما تاخدش الحاجه بالنص انا بس بعرض عليك الفكره عشان انت لو مثلا مش قادر توصل هو عاوز ايه او او هت هت الكلام هيكون عبارة عن ايه فتقدر تشوف حد عمل بروجكت وانت طبعا الافكار دي انت هتعمل زيها بس من من نفسك يعني تالت حاجة هنا انا بقول له ان بقترح عليه يعني ان احنا ممكن نسابورت ذس ديسبلاي اد وي كان اد مور انسبيريشن بيكتشر something that make graduates think about better future and give them positive energy تمام هنا انا بقول له ان احنا ممكن نحط صوره بما ان ان احنا اصلا هنا بنخاطب الجراديويتس تمام زي ما هو قايل احنا هنا ممكن نحط صوره هتدي احياء لاي حد متخرج مثلا ان هو يحس ان المستقبل مع المنحه دي او مع البرنامج ده هيكون افضل بحيث ان احنا هنا بناثر عليهم بطريقه عاطفيه شويه من خلال ان احنا نحط صورة مثلا زي حد قاعد في مكتب مبتسم قاعد قدام اللابتوب بتاعه مبسوط مشغله في بيئة مريحة حواليه تمام ده برضو من ضمن الاقتراحات ده يعتبر الاقتراح التالت تعال نخش على اخر ديسبلاي اد عندنا اللي هو التايتل بتاعه invest in your future تمام وطبعا هنا الكلام اللي موجود في كل الديسبلاي ادز لانش your new career this is designed for students like you وبقية الكلام فهنا برضو هو مديك الحاجات اللي هو واخدها من الإحصاءات اللي هو مديها لك طبعا انا كتبتها واحنا هنجيب زي ما عملنا قبل كده بقية الحاجات فهنا الكونفرجن ريت الكونفرجن ريت زي ما جبناه قبل كده مرتين عبارة عن النمبر اوف كونفرجنز على النمبر اوف كليكس في مية تمام النمبر اوف كليكس هنا ستمية وسبعين تمام والنمبر اوف كونفرجنز احنا كده كده هو رقم ثابت معانا فهنقسم ده على ده ونضرب في مية هيطلع لنا 2.9 تمام فنكتب اول آه اول حاجه طالبها مننا 2.9 النمبر اوف ستودنتس هو هنا طالب منك النمبر اوف ستودنتس طبعا واحنا قلنا بنجيبها ازاي عن طريق ان احنا بنضرب الكليكس في الكونفرجن الكليكس هنا 670 هنضربها في 0.002 هيدينا 1.34 طبعا هنا مش هنكتب الـ الـ اللي بعد البوينت لان هو اقل من 5 فهنكتب واحد فقط لا غير طيب فاضل كده ان احنا نجيب ال سي بي اي وال ار او اي ال سي بي عباره عن الكوست على الساينز اب فين الكوست الكوست اهي 234 ونص هنقسمها على الساينز اب اللي هي واحد اللي هي 234 ونص فهنكتبها 235 لان احنا بنقربها لاقرب رقم صحيح اخر حاجه معانا هي ال ROI الـ return on Investment. هنجيبها عن طريق ان احنا هنطرح البروفيت اللي هو 299 ماينص ال CBA اللي هو 235 في ال signs up اللي هو 1 هيكون 64 تمام 64 تمام احنا كده يعتبر جبنا الحاجات اللي هو طالبها نبدا نحلل تمام ونقدم اقتراحات انت طبعا لما بتيجي تقدم اقتراحات انت مش بتقوله اي حاجه انت بتقوله حاجه فعلا يعني لازم يتاخد بيها او حاجه منطقيه انت في حاجه معينه ممكن تكون هي السبب اللي عامل خلل هنا تمام فانت بتحاول ان انت بتقدم له حل يحسن من ال النتائج بتاعه display اد وبرضو لو لاحظنا هنلاقي ان الدسبلاي اد هو اقل ار او اي في الثلاثه تمام فهنا لازم نقدم اقتراحات تكون فعلا يعني ليها نتائج قويه تمام هتوضح له طبعا ان الديسبلاي اد هو اللوست ار او اي بتوين ذا اذرز وتوضح له الـ 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 الرقم بتاع الار او اي بيساوي كام وهتبدا ان انت تقدم له اقتراحات تمام انت طبعا بتوضح له ان الصورة اللي هو مختارها تمام هي صورة كويسة جدا تمام آه، but the paragraph is targeting only students and it's very good but what if a graduate sees this ad he might feel that it doesn't fit him يعني انا هنا بقوله ان انت هنا بتوضح ان ال display ad ده يخص الطلاب فقط تمام طيب افرد مثلا حد يعني حد اتخرج من الكليه وصادف ان هو شاف الديسبلاي اد قدامه تمام هو ليه هيحس ان هو مطالب او او ان ده حاجه هتفيده غير لو كان فعلا في مذكور ان ان الكورس ده هيفيد اي حد اتخرج فعشان كده انا بوضح له ان ان انت لازم هنا يكون شامل الجرادويتس في خلال الديسبلاي أب بتاعك تمام لان انت كده بتارجت شريحه اكبر عن ان انت تارجت ستودنتس تمام فانا وضحت له ده بخصوص التارجتنج تمام آه فده اول اقتراح تاني اقتراح تمام ان احنا ممكن نعمل الاي بي تيستنج زي ما انت وضحت لنا هنعمله في التايتل بدل ما هو لانش يور نيو كارير تمام ممكن نخليه كرييت يور اون فيوتشر وده من وجهه نظري هيكون تايتل جذاب اكتر ان انت في ايدك ان انت تعمل مستقبلك من خلال البرنامج اللي احنا هنقدمه لك فبالتالي دي حاجه برضو حماسيه اكتر من لانش يور نيو كارير تالت اقتراح عندنا وهو الكول تو اكشن السي تي اي تمام انا بقول له if we look at the CTA لو بصينا على الكول تو اكشن اللي هو عباره عن سهم ده we will find that it's only an arrow تمام آه، انا بقول له ان هو عباره عن سهم تمام احنا ممكن نستخدم بدل السهم ده نستخدم اي عباره زي مثلا ساين اب ناو ستارت ناو ليتس جو اي حاجه بس ان هي تكون فعلا يعني بتجذبه ان هو ياخد الاكشن ده يلا انا عايز ابدا دلوقتي تمام فدي بالنسبه للتلات اقتراحات بعد كده هو بيطلب منك ان انت تعالوا نرجع للسلايد الاساسيه عشان برضو ما يبقاش كل حاجه داخله في بعضها فهو هنا طالب منك ان انت بعد ما بتجيب الثلاث اه, التلتة اه الحاجات اللي هو طالبها منك في الثلاثه ديسبلاي آد اللي عندنا تمام بيطلب منك اه توضح له اه اني كامبين هي الافضل وليه في الثلاثه تمام وبيقول لك هنا إن... considering the three campaigns below state which one had the best performance and why تمام فانت طبعا انت عارف اني واحدة هي حققت افضل نتائج تمام فانت هتوضح له ده وتوضح له ليه ايه هي اللي خلاها اه... تبقى افضل واحدة في الثلاثة <applause> تمام فهتقول له طبعا هنا ما زي ما لكم ان هنا اصلا ال البروجكت ده حاجه theoretical اكتر من ان هو practical تمام فهنقول له ان campaign of 3 campaigns is the first campaign because it achieved 150 and that happens as a result of the high profits and the high number of signs up مقارنة طبعا بالاتنين التانيين و here talk about exerted اوف of the design of the ad and every detail it includes from the color of the ads من اول اللون بتاع البراجراف طبعا انت لازم برضو التفاصيل بتاعة الالوان دي انت توضح ان انت واخد بالك منها لان المراجع لما بيجي يراجع وبيشوف انت فعلا قادر تطلع مميزات وقادر تطلع عيوب حتى لو الحاجه دي ممكن تكون انت مثلا ما خدتهاش على مدار الكورس بس انت زي ما قلت لك ان الديسبلاي اد اصلا حاجه بتاثر عليك بصريا او بتاثر على الكاستمر بصريا فبالتالي من اكتر الحاجات المنتشره في الديسبلاي اد هو لونه تمام فانت بتوضح له ان اختيار اللون كان جيد تمام الباراجراف المكتوب كان كويس تمام كذلك السي تي اي برضو الكول تو اكشن مناسب تمام والصوره كمان المستخدمه برده كويسه تمام وبرده انا بوضح له ان احنا المفروض ناخد في الاعتبار او نحط في اعتبارنا ان الاد ده اتشيف رقم كبير من الساينز اب تمام عشان هو كان بيتارجت ناس يعني بنسبه كبيره تمام اهو بيزد اون ذا جود the results means that the uh, ad has reached to large amounts of potential customers ان الإعلان ده قدر ان هو يوصل لناس كتيرة جدا من ال ال customers بتوعنا تمام so we should always design the ad and the putting in our mind how the customer will see and why he should take an action as a, a response to the ad. فانا هنا بقوله ان احنا لازم لما بنيجي نعمل عمليه ان احنا بنعمل ديزاين لازم نحط في اعتبارنا الكاستمر هيشوف الاعلان ده ازاي وليه هو هياخد اكشن تمام بعد كده هو هنا بيطلب منك ان انت بعد ما تخلص اول سلايد دي بيطلب منك ان انت تدي ريكومنديشنز فور فيوتشر كامبينز بتقول اقتراحات للحملات اللي هتتم في المستقبل يعني ان شاء الله تمام فانت بتقول له ايماجين يو هاد هو قصدي طالب منك ايماجين يو هاد اديشنال بادجت جيفن يور كامبين ايفالويشن هاو وود يو سي ات لو انت معاك ميزانيه كبيره ازاي هتقدر ان انت تحقق ROI اكتر من اللي اتحقق ده تمام وبيقول لك ان انت هنا تستخدم بوليت بوينتس اللي هو النقاط زي النقاط اللي هو هنا بيسرد بيها الكلام بتاعه وبيقول لك ان المحاولات بتاعتك المفروض تجاوب او الاقتراحات اللي انت هتقدمها المفروض تجاوب على الاسئله دي اول سؤال would you focus on certain ad groups ads or targeting بيقول لك ان انت هتركز في الاقتراحات بتاعتك دي على حاجه من التلات حاجات دول عشان تحسن او مثلا انت شايف ان في نقطه معينه من التلات حاجات اللي هو ذاكرهم لك دول محتاجه ان هي تتحسن بشكل عام في الفيوتشر كامبينز اللي هتتعمل تاني حاجه بيقول لك هنا وود يو سيت اب ان اي بي تيست اند اف so how would you go about it بيقول لك هل انت هتعمل اي بي تيستنج عشان تحسن من الكامبين ولا م ولا يعني لا ولو عملت اي بي تيستنج هيكون ازاي وعن ايه تمام تالت حاجه بيسالك عليها بيقول لك would you make changes to the landing page? هل انت مثلا هتعمل اي تغيرات في اللاندنج بيج اللاندنج بيج دي هي اللي لما الكاستمر بيدوس على الكول تو اكشن بيحوله عليها تمام فبيقول لك هل انت هتعمل ده ولو عملت برضو ليه و... وايه هي الحاجات اللي انت هتعملها تمام فطبعا آه انت هنا هتبدا ان انت تدرس الثلاثة الاد اد اللي عندك وتبدا ان انت تطلع ملاحظات وفعلا تشوف ايه الحاجه اللي محتاجه تتغير تمام خلينا نتابع مع بعض ونشوف انا هنا قلت له ان الكامبين was about 3 display ads Um, every ad consists of a picture هنا المفروض هنا يكون في واي تمام consists of a picture كل ad بيتكون من صورة تمام و paragraph uh, و call to action but the results of every ad is different from one to another ده الطبيعي جدا ان كلهم بيتكونوا من نفس الخصائص تمام او نفس العناصر بس كل واحدة فيهم ادت لنتائج مختلفة تمام ليه بقى لان البروفيتس والكوستس والساينز اب مختلفة في كل اد عن الاد التاني تمام فاحنا احنا هنتكلم انا وضحت له يعني ان انا هتكلم في خلال الاقتراحات دي عن ثلاث حاجات مهمين وهم التارجتنج والاد بيكتشر اند كولر الصوره بتاعه الاد واللون بتاعه والسي تي اي اللي هو الكول تو اكشن تمام خلينا نقرا مع بعض targeting our customers students or graduates is the most important part in our marketing strategy regardless how was the campaign is but when it reaches to large amount of people the probability of the learner that will take the action and the sign up will be high without any doubts okay فأنا هنا بقول له إن إن إحنا لما بنيجي بنتارجت الكاستمرز والستيودنتس والجرادويتس ده أهم حاجة أو أهم جزء في الماركتنج استراتيجي أو في الكامبين بتاعتنا لأن فعلاً إحنا لو جينا بصينا إن كل ما الديسبلاي اد يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس بغض النظر عن الغلطات اللي بتكون موجودة في كل واحد أو الحاجات اللي إحنا هنحسنها في كل ديسبلاي اد بس معنى إن هو يوصل لأكبر عدد ممكن من الستودنتس فده في حد ذاته هيكون مؤشر قوي ان اكيد في عدد كبير من الستودنتس هيستجيبوا للديسبلاي ادز وهيعملوا ساين اب ويبداوا ان هم يحققوا الاوبجكتيف اللي احنا عاوزينه يتحقق وان هو نحقق اكبر عدد ممكن من الساين ابس تمام تاني حاجه the second phase is a picture picture selection we should go deeper and know that a lot of people may not reading the paragraph included in that. أنا هنا بقوله إن زي ما أي حد فينا مثلا بيكون بيتصفح وبيلاقي uh, كلام كتير مكتوب مثلا في بوست على الفيسبوك مش شرط ان هو بيقرا كل كل الكلام المكتوب بس هو ممكن صوره توقفه يعني ممكن ياخد مثلا باله من صوره تلفت نظره او تجذبه ان هو يركز على البوست ده هل هو بيتكلم عن ايه طب يعني بيبقى عنده فضول اكتر من ان هو يقرا مقال كامل فيتاثر بيه فبالتالي هنا أنا بوضح له الاهميه بتاعت اختيار الصوره تمام فبقول له هنا ان هو يعني برضو بغض النظر عن البراجراف ذات نفسه تمام البيكتشر اتراكت so important choose مهم جدا طبعا ان انت تختار صورة تكون جذابة وتأثر العميل بشكل ايجابي وهو ده اللي احنا محتاجينه تمام نكمل آه النقطة الثالثة اللي احنا بنتكلم عليها في الاقتراحات بتاعتنا وهي ال CTA اللي هي ال Call to Action وبقول له هنا It's important to direct the customer to take the action after he shows the ad تمام مهم جدا طبعا ان انت دلوقتي بعد ما عملت عملية ال attractiveness للعميل وخلاص هو اقتنع وفعلا حس ان ال دي مهمة انا لازم بقى ان انا اخد الاكشن وهو ده اللي انا عاوزه او اخلي الكاستمر ياخد الاكشن ان هو يعمل ساين اب تمام فهنا انا بقول له ان الاكشن از وات وي نيد هو ده اللي احنا محتاجينه محتاجين اليوزر او الكاستمر ان هو يعمله تمام سو ات ماست بي فيفيد يكون ظاهر للعميل وبيدفع الناس ان هم ياخدوا الاكشن وهو ده برضو الـ objective بتاعنا تمام وبعد كده بقى انت بتقول يعني زي conclusion ان uh, as we explained earlier we have three display ads every ad differ in the results comparing to others to enhance the performance of the three display ads we should focus on common things and other things based on every ad condition يعني هنا بنقول له ان احنا uh, عندنا ثلاثة display ads في حاجات معينة هنركز عليها في التلاتة بشكل عام وفي حاجات معينة كل اد على حدة لازم نعدلها فيه تمام الاي بي تيستنج طبعا ده من ضمن الحاجات المهمة جدا والمفروض ان احنا او يعني اتس تو يوز على التلاتة ديسبلاي اد اللي عندنا عشان نوصل لبتر ريزلتس تو هيلب اس انهانس اور اليمنتس فور اكزامبل ان 2 اند وي كان conduct اي بي تيستينج بيتر ريزلتس تو بروفايد تو ديسبلاي افري اد والكلام ده احنا كنا وضحناه فعلا في display اد رقم 2 وهنا بناكد له ان احنا يعني لازم هنستخدم الاي بي تيستنج في حاجه زي كده ان احنا نفترض لو احنا غيرنا اللون والباراجراف والبيكتشر اللي احنا حاطينها للاد آه رقم اتنين ايه النتائج اللي يعني هتعود علينا لو عملنا كده تمام وبيقوله له هنا for example جروب A اد وبشرح له يعني هنا الاي بي تيستنج لان هو برضو ممكن تقدم في البروجكت الاي بي تيستنج من غير شرح فهو يرجع لك ال ال بعد ما يعمل ريفيو للبروجكت يقول لك ان انا عاوزك تذكر لي بالظبط ايه اللي هيتم في الاي بي تيستنج فمهم ان انت توضح له فبقول له فور اكزامبل جروب A add color will be اورنج title will be launch your نيو كارير وبالفعل ده اللي هو اصلا مديهولك تمام the paragraph will be uh, uh, long and the picture will be for an instructor encourage students with optimistic reaction اللي هي الصورة اللي موجودة في الديسبلي اد رقم اتنين بتاعة الانستراكتور اللي هي مبتسمة وب يعني وده التايتل وده paragraph تمام انا بقوله ان ده اللي هو اصلا اللي معمول فده هيكون للجروب ايه تمام في الاي بي تيستنج اللي هو أه اللي حقق اصلا الريزلتس اللي انت مديها لي اما بقى الجروب بي تمام الكالر هيكون بيربل هنغير اللون والتايتل بتاعنا هيكون كرييت يور اون فيوتشر والباراجراف والبي شورت هيكون اقل من الكلام المكتوب عشان برضو أه ده بيكون افضل تمام والصوره هتتغير لشاب تمام قاعد زي ما احنا قلنا يعني مسترخي على المكتب بتاعه واللابتوب بتاعه قدامه وهو مبسوط وسعيد دي طبعا حاجة انت بتستخدمها عشان تأثر بيها اموشنالي على اي ستيودنت لسه في البداية وبيتطلع طبعا لمستقبل افضل ده كان باختصار شرح للبروجكت نمبر 2 واتمنى ان هو يكون يعني مفيد ليكم ويا يعني لو هو فعلا عملكم او ساعدكم ان انتوا تخلصوا البروجكت ياريت يعني كومنت او لايك تمام وشير لاصحابكم وشكرا جدا ليكم